السلام عليكم خاوتي، اخوكم سفيان توجور. اولا وقبل كل شيء خاوتي العزاز، حبيت نشكركم من قلبي وصح من قلبي على الكلمات اللي بدات تخليها بعض الاشخاص. يعني كاين بعض نعرفهم وكاين تالمو عندي دوكا بزاف وانا في اليوتيوب، شغل بغيت نعرفهم، عندهم معايا 4 سنين ولا 5 سنين ولا، وكاين بعض ما نعرفهم جداد. مالكي بصح الكلمات، كاين كلمات تقيس، كاين كلمات شابين يقيسوا، شغل تحس باللي والله ما تعبت باطل، راك تعب على عباد يستهلوا. وهذا هو الصح انا عندي خاوتي العزاز، هذا هو الصح انا عندي. انا قلت لكم خاوتي، انا يهمني انتوما، واش واحد ما يستغباكم وواحد ما يفسالكم وتكونوا عندكم المعلومه الحقيقه، هذا واش يهمني. انا تهمني صحه الزاوج، هذا ما كان اجر ان شاء الله ربي يعطيه لي الزاوج. هذا حاجه واحده اخرى، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المهم خاوتي، قبل ما نبدا هذا، باسكو الفيديو تاع الاستنتاج على القناه كومبلي بالك يجي شويه طويل، بصح معليش باش الناس اللي جدد وما على بالهمش على من هضرت ما دخلوش القناه باش يعرفوا بلي القناه تاعي راهي بحر. حبيت برك نبدا بهذا، مهم جدا هذا الموضوع، مهم جدا. وثاني حبيت اصحاب القنوات ان شاء الله يعاونوني في هذا الشيء، باسكو على كي تدخل فيسبوك انا ما ندخلش، بصح بعثوا لي بزاف تصاور، ما عنديش كاع فيسبوك ما نكذبش عليكم، بصح الناس تبعث لي تصاور، تبعث لي كدا واش تشوف في الفيسبوك، الناس اللي مانتيريسيا، الناس اللي تحب، الناس تفيق امر دوش، الناس تشكي بزاف دوش المقنين، باراليز لو دوش لو مرض لو دوش لو بشباشه هذيك خاوتي يعني درت موضوع صافي بيان لونطون بالورق، يعني بلي بروف باش ما تدوشوش الزوج تاعكم. الموضوع هذا يسمو دقيقه خاوتي، هاوليك يسمو الطريقة الصحيحة والوحيدة لاستحمام الحسون وتقديم برهان لمن طلبه. برهان هاوليك بعثت انا يا واحد لا كومباني، ادخلوا لي روح شوف 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 باش ما نطولش بزاف. هاول بروبلي ما تدوشوش المقنين خاوتي، البشباشة هذيك ما تدوشلهاش، ارميها البشباشة هذيك، ارميها وما تستعملهاش يا اخو، حطوا الدوش، يحب يدوش ما يدوش، الله لا دوش، باسكو الدوش المقنين يبدا ما دوش والله ما يصرى له والو، باسكو نتوما عم بالكم كاين بزاف الناس ماهيش فاهمه، عم بالهم المقلين يدوش كي يكون سخون، وهي الكونترير، المقلين يحب يدوش في البرد كتر من السخانه. تشوفوا على بيه راكو تغلطوا، تحط المقلين في الشمس وسخون، تحكم الماء بارد وتبدا ترش فيه، او يموت لك المقلين، يتباراليزا لك، يمرض لك. انا نحب صحاب القنوات يفهموا الناس، يرحم باباكم، الله ينوركم، رانا مسؤولين عند ربي، الله ينوركم. وعوا الناس ما يدوشوش زواوشهم، هذا ما كان يا خويا، ماشي امر رجله ولا مراقه ولا، يا خويا انسب المعلومه ليك، ديها على اسمك قرا، ديها على اسمك قول لهم انت قلتها وانت واعر، معليش. المهم باش الناس تتعلم، باش الزواوش هذا ما يموتش. عاونوني يا اصحاب القنوات ان نشروا هذه المعلومه، ادخلوا شوفوا الفيديو هذايا باش تفهموا اكزاكتلي واش قلت انا، واش راني نفهم فيكم. مانيش حاب ندير موضوع واحد اخر عليه باسكو راني داير زوج مواضيع، مانيش حاب نعمل قنوات غير تاع المعاوده باسكو شغل يكثروا بزاف لي فيديو والناس تبحر. شوفوا المهم، عاونوني انصحوا اصحاب القنوات، انصحوا الناس باش ما يدوشوش المقنين تاعهم، يحطوا لهم دوش يدوش واحد داكور. المهم دوكا نجيو للاستنتاج تاع القناه، اللي ما على بالوش واللي ما شافش هاد لي فيديو، انا ننصحوا ادخل للقناه خويا العزيز، ادخل للقناة شوف فيديو مور فيديو، وباش تزيدو تعرفو ها اللي راه موسوس من، باسكو الناس تتوسوس تقول لك انت في اليوتيوب دير لي فيديو، ها عليك مونيتيزاسيون، هاليك شو هذا، ها كاع اوف، ما نخلوش لا في سبيل الله، مانيش نكذب عليكم، مانيش دايرها على اسمي واسم ولا على عفسه، دايرها لا في سبيل الله والحمد لله. المهم المواضيع ام كاين، شوف شحال كتبتها ومازال هذوك المواضيع، وفاش يهمك انت المواضيع اللي ما تفرقوش ليهم الناس، باسكو على كي بديت انا القناه خاوتي مع الاول، بديتها شغل بديتها علاش نحيتها، وعلاش تروحي شغل رايح شغل راح ندير قناه اللي كاينه في اليوتيوب دي، الناس راهي دير فيها، الناس راهي دير لا ميم شوز، انا واش راح ندير، نفتح قناه باش نعاود واش الناس تعاود. هو هاي القناه كيفاش مع الاول بانت لي، ماكري ما كانتش هكذاك بصح بانت لي شغل ورا لو بوان تاع نفتح شان ونهضر واش هضر، هذا واش نهضر واش هضروا كاع، واش لو بوان، انا قلت لو بوان وراه نو، قلت انا عندي الحمد لله عندي الامكانيات، وعندي كان عندي شويه الوقت، يعني عندي شويه وقت نقدر،
وعندي المقنين وعندي كاع الامكانيات. قلت علاش ما نبحثش فريمون، ندير بحث تاع الصح. ما راح نقرا حتى كتاب، وما قريت حتى كتاب، وما حبيتش نقرا حتى كتاب. علاه؟ باسكو جينيرالمون كي تقرا كتاب ولا تقرا عفسة، تسمى لي زيدي هذوك مداخلين في راسك، تسمى تقدر تغلط، تشوف تقدر ما تلاحظش مليح، تقدر ما تخرجش باستنتاج شباب. بصح كي يكون عندك نتايا مخ فارغ، مخ فارغ، وتقول نروح نبدا ازيرو، نروح نشوف هذا المقنين شغل جامي ربيته. تشوف انا بديت هكذا خوتي، هكذا اللي درت باش اللي شغل قلت باش نتطرق للمواضيع اللي بزاف جامي طرقوا لهم، وكاين معلومات جامي سمعنا بهم. عندو خوتي خاطر راه البحث. المهم من بين المواضيع اللي طرقنا لهم السيكتور، حنا كنعرفنا عندنا قصه السيكتور، كل حومه بتغريد، هذا نحيناه وبالبراهين. واش راني نقول لكم وشنو هذا؟ كاع بالبراهين خوتي، كاع بالبراهين. يعني كي تدخل القناه تشوف فيديو مور فيديو، وهادو جدد نتمنى تدخلوا تضيعوا شويه وقت معايا، 5 دقائق في النهار، 10 دقائق في النهار، وتشوف كاع لي فيديو باش تفهم منين جيت. ما قري بالك ديبي تلقى عفسه هكذا، بالك كمل شوف كاع لي فيديو باش تلحق لافان، باسكو فيها تطور هاد القناه، فهمتوا؟ فيها تطور. السيكتور نحيناه ياك، السيكتور نحيناه بلي كل سيكتور عنده غنى تاعو واحد وخاص به، هذا نحيناه بلا بروف. شارمور سلوك عادي عند المقنين، عنده وكاع يتشابه، شارمور مقنين كاع يديروا لا ميم، ما كاش مقنين ديفيرون على مقنين في الشارم، كاع كيف كيف، مقنين كاع شارمور، ماشي باسكو باش يتباع غالي ولا، الكوبلور مقنين كاع كوبلور، يعني باش ماشي باش يتباع غالي. تغريد قافص لقافص، مقنين يغني كاجا كاش، أو التغريد جينيرالمون، التغريد ولا مقنين يغني كاجا كاش، هادي ما عندها حتى علاقة بالإنتاج، والتغريد ما عنده حتى علاقة بالإنتاج. كاجا كاج المقنين يديرها على العام ويديرها على لي مال وفمال، هي ذات هيمنه فقط. صافي با دير بالمقنين وغني كاجا كاج سما كوبلور ولا حبي كوبلي، نو، هذيك تاع هيمنه، ويهيمن على هذيك البلاصه ولا هذاك الزاوش ولا هذاك المكان، هذا مكان. هذه ثاني راهي بلي بروف. الجهوزيه خرافات كما قلنا وبيناها بلي بروف. التشويق خرافات وبيناها بلي بروف. علامات الجهوزيه هادي اللي يقول لك تفرفر وما تفرفرش وكذا، هادوك ضربناهم بالصقله، يعني ما كاش منها. العلامه الجوزيه الوحيده اللي عند الانثى كي تبرك، والذكر طرف الجوزيه تاعو كي يطلع فوق الانثى ويلقحها، هادو هما علامات الجوزيه، الاخرين كاع خروطو. الساك حطمناه بلي ماشي بلي ماشي غذاء تاع المقنين. ونزيد نزيد معلومه صغيره على الساك، او لي زونسيان بكري ولا غير يشفاو يضحكوا كاع، ولا راح يضحكوا بكري خاوتي وصغار، كي كنا نربو بالساك وبالساكه، سيرتو كي كنا نبكرو، كي كنا نربو بسقوق وهذوك الحبوب السوداء، المقنين كان نورمال. كي كنا نربو بالساك كان عندنا مالادي وحده، المقنين تما في هذاك الوقت، في وقتنا كانت عنده مرض واحد والمرض هذا حنا نعيطوا له لالام. الضحكوا الباب اللي كانوا يبداو يضحكوا. لالام حنا انا بكري كون عملنا مرض، هذا لالام مرض، ويا لالام منين تجي؟ لالام تجي من سوء التغذيه، كانت تجي بزاف للمقنين كي كان ياكل براقه ساك، تجي سوء التغذيه ويشي شغل ما يكونش ماكل مليح، ما عندوش لي فيتامين، ومن بعد واش يصرالو يولي فابل، تخرجو يضربو شويه هو يموت، وتلقى كي يموت لك تلقى شغل صدرو مزير، هي ماشي باسكو صدرو مزير، تسمى هو كيما واش ياكل ماكله ناقصاتو اللي صدرو مزير هكذاك وكذا، باسكو لو كان جا ياكل نورمال صدرو ماشي هكذاك، تسمى كي شيان ولا ديك العظمه تبان، حنا نعيطو لا لام، وشحال كانوا يموتوا منها المقنين، شحال كان يموت منها وهي سبب نقص التغذيه، ياك، باش نزيد لكم هذه برك. هضرنا على الغذاء الكامل للمقنين، الغذاء زعما طبيعي ولا بري، هضرنا عليه. راه كاين فيديوهات شبوعي وكلش بلي فيديو، يعني المقنين ياكل فيهم، ماشي زعما في الطبيعه ياكل فيهم او في القفص تاعي ياكل فيهم. اوكي الوقايه، قلنا هضرنا على الوقايه. الوقايه واش تربح بها اخويا العزيز؟ ما يموتلكش المقنين وما يمرضلكش. شوف انت اخويا العزيز هذوك الدراهم اللي تصرفهم على الدواوات وتصرفهم على الفيتيرينار وتصرفهم، تبع بك الوقايه بك واش هضرنا عليها، و خلاص يخلصوا لك هاد المشاكل. فيتامينات هذوك تاع القرع، قلنا بلي ليست طريقة التربية، ماشي طريقة التربية، ما تحكي لي ما نحكي لك، ما راك فاهم والو، مادام راك تستعمل في فيتامينات للمقنين ما راك فاهم والو، ولا علاقة لك بالمقنين، يعني أنا نقولها بكل يعني بكل احترام،
المقنين، انا نهضر على المقنين، طير بري مانيش نهضر على كناري ميلي هذوك مانيش نهضر عليهم ياك. التطهير خرافه، يعني التطهير لازم يكون على العام، والتطهير جينيرالمون في الغذاء، والغذاء اللي تمدهولو ويطهرو. علاش تستنى وقت يعني وقت قبل لاكوبلومون باش ما دير التطهير؟ ولا ما فهمت باش ما يخرجلكش لي بي بوان نوار في في مو ما عندها حتى دخل، ما عندها حتى علاقه يا التطهير او على العام. في الغذاء تاعك لازم يكون التطهير، فهمت؟ كاش من هذه التطهير تنظفوا ما تنظف والو اخو المغ نورمالمون. انت كيما كمربي التطهير يكون على العام في الغذاء تاعك، يكون يطهر، ماشي زعما وقت لاكوبلومون تروح تطهروا. ما باش ما باش باش راكو تطهروا ثاني تشوفوا باش راكو تطهروا. هذه ما فهمتش. خل التفاح، ايه هضرنا على خل التفاح بلي ضربناه بالسقله، ما تحقوش، لا تحتاج خل في التفاح، ما تسحق حتى حاجه في البيفات، حاجه في البيفات تسحق ما صافي، بدلو وبدل البيفات هذه كل ما تقدام ولا تكسر ولا بدلها، بصح ما صافي بدلو كل يوم ولا كل يومين ماكسيموم. هضرنا على التراب والاهميه تاعو، واش فيه التراب، واش 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 دير له واش ما دير لهش، هاو كاين في القناه يعني بزاف فيديوهات. تلقيم المقنين ورينا كيفاش تلقمو، كيفاش تلقمو تاع الصح، كيفاش يتلقم المقنين صح يتلقم ويرفد لك، هضرنا عليها. هضرنا على الصندوق هذا تاع التلقم والشكاره هذه ممنوع، ممنوع تحط مقنين في كرطونه ولا في شكاره، ممنوع 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 باتا تحطو في كرطونه ولا في شكاره، ممنوع باتا، فهمت؟ هضرنا على الغذاء الفراخ كيكونوا في العش تحب توكلهم انت ولا توكلهم يماهم. عطيناكم غذاء طبيعي وزناكم غذاء بري بيو 100%، فهمت؟ راك تلقاه. هضرنا على الفراخ مور فيطام، واش تعطي لهم الغذاء، واش تعطي لهم الغذاء يعني كلش من الطبيعه، ولا حبيت من الطبيعه ولا حبيت كيما نقول لك غذاء طبيعي ولا من البر، من بري توجور نمد لكم بري ونمد لكم طبيعي. تسمى لي خلوي يحب البري يروح البري، اللي يحب طبيعي انا يعني طلع فايس يساعدوه في الدار. شوفوا هضرنا على المجثم، الحطبه اللي يهضر عليها المقنين، يرقد عليها المقنين، قلنا لكم خلي خطيكم البلاستيك وينفخ الرجلين تاع المقنين ويرجعوا شغل يولي ما يتحركش، يدير له شغل يدير له شغل كيما نقولوا حنايا روماتيزم للمقنين، فهمتوا؟ على بها المقنين لازم يكون العرف تاعو تاع شجره ويكون رقيق هكذا. هضرنا علاش المقنين، علاش المقنين يرقد معلق، وريناكم بالصوره بالفيديو علاش يرقد معلق، باسكو هو في الطبيعه يرقد معلق، البعض منه يرقد معلق هكذا. وهضرنا بالبرهان، درنا تزاوج تاع تزاوج هضرنا عليه بزاف، درنا تزاوج تاع دو فومال ان مال في كاجا وحده ياك، درنا تزاوج تاع ثلاثه لي فومال ذكر واحد في كاجا وحده، درنا تزاوج تاع ثلاثه لي كناري مع سيسكين في كاجا وحده، درنا بزاف تزاوج وخرجنا المقنين الاسود كما شفتوه، الراسه هذيك ما كاش، وهذه راح تكون عليها مفاجاه ان شاء الله في الفيتور، اصبروا عليا برك. هضرنا على الامراض، الامراض خويا راه عند بيطاري باسكو محال تقدر تشخصهم، وانا هضرنا مديناكم لي بروف. هضرنا على الهجره تاع المقنين، الاسباب ديالها بلي بروف. هضرنا على حجم قفص تاع القفص، الحجم تاع القفص يكون مينيم تسمى باش يساعدك مية باش السلوك بالمقنين تاع السلوك تاع المقنين تسمى يولو نورمال، لازم الكاجه تكون 40 سور 40 سنتيمتر هكذا كابي بري. هذه صغيرة صغيرة 40 سور 40 سنتيمتر. باش المقنين يتحرك، باش المقنين يبوجي، باش يحرق يحرق الانرجي، سي امبورطون المقنين يحرق الانرجي. هضرنا على غيار ريش الخطا، قلنا بلي ماشي خطا وبيناه بلي ماشي خطا، كل وقت بوقته واللي حاب يدخل يشوف. هضرنا على ولا توريد وراثي ولا التغريد وراثي وبيناه بلي بروف، فهمت؟ بلي تغريد وراثي. هنا على هضرنا الدوش، قلنا لكم حرية الخيار، حرية الخيار الدوش وراه لهنا. النوم هضرنا على النوم قبل المغرب، ووريت لكم وقت يرقد المقنين في الغابه، وريته لكم وقت هضرنا كوبلينا المقنين اربع فصول، يعني اربع فصول اربع فصول ماشي بالكذب، اربع فصول بالجورنال، نوري لك الجورنال لا دات مكتش كوبليناه، وريناكم طريقه ياك يعني. وشنو من بعد كنصحناكم قلنا لكم خطوكم هذا لاكوبليمون خارج الوقت، باسكو النتيجه تاعو ماشي مليحه، ما تساعدكش وتخسر المقانن تشوفوا، تربح فرخ تخسر تخسر في يماه تشوفوا. شغل خطيكم لاكوبليمون، ما تقولي زيد له الساعه وزيد له ماشي الساعه، هذيك ماشي با لو بوين، لو بوين احنا باش نقول لكم ما تنتجوش،
باسكو الناس كانوا يروجوا بزاف بلي نتجوا هذاك الوقت بلا لي بروف، وحنا جربناها بلي بروف وقلنا لكم جينا نصحناكم قلنا لكم ما تنتجوش المقنين خارج الموسم تاعو هي موسم الرابع. ياك خرجنا الهاجين، الهاجين خرجناه وخرجنا الهاجين اللي ما كاش قاع ما كاش ما اكزيستيش قاع وحدنا في هاد لاشان وحدنا بلي بروف. مانيش حاب نقول الهاجين هذاك باسكو الهاجين هضرت عليه وطلقناه او في طابع ايدول دوك يحكموا واحد يقول لك طفره هو ماشي طفره هو طلقنا الهاجين دوك الناس اللي تلقاهم برا ولا تقول لك طفره هي ماشي طفره ما ولحنا طلقناهم. هضرنا على مشاكل الانتاج، هضرنا على السلوك تاع المقنين، هضرنا على سلوك الانثى سلوك الذكر مشاكل الانتاج، هضرنا على بزاف امور بزاف امور مانيش ميم با شافينهم كاين امور جامي انسان طرق عليهم طرقنا عليهم الحمد لله وبلي بروف. شوفوا تسمى خويا العزيز باش تقول لي دير لي فيديو الانتاج ولا دير لي فيديو ولا واسمو الفيديو اللي راح ندير لك على الانتاج ما راحش نقنعك كيما اللي راهم داخل القناه فهمت. واش راني نحكي لك راهم بلي بروف، نحكي لك واش نحكي لك راك داخل لاشين بلي بروف كلش بلي بروف خويا شوف فيديو مور فيديو حتى تتعلم خويا العزيز. مي خويا ما قنعتكش معليش خويا مانيش انا باش نقنع الناس، راني هنايا انا باش ندافع على الزوالي وندافع على المقنين. هذا ما كان هذا ما كان انا ساعات كي نزعف وتشوفوني هكذاك مقلق ماشي مقلق باسكو مقلق على روحي ولا قلقوني الناس ولا متقلق من العقليه متقلق من الغباء هذا متقلق ماشي شغل في المقنين نشوفوا بارتو الغباء هذا هو شغل مكتش حنا نطوروا مكتش حنا نفيقوا بقاو نسمعوا غير الناس اللي يجي يحكي لك تسمع له وتمنو بلا ما يعطيك حتى بروف بلا ما تسقسيه لازم تكاستيوني كلش هادو تبع صحاب قناه تكاستيوني في كلش خويا العزيز علاش تسمع وتقولوا بارك الله فيك وكذا وتجي رايا كاستيوني خو ما قنعكش في الموضوع ما طالكش البران كاستيوني باش هكذاك ترفد المعلومه صحيحه. هذا ما كان خاوتي لازال درت لكم قناه فريده من نوعها ولا بالي لي كراني ولا بالو بلي هاد القناه فريده من نوعها ما تلقاهاش. شوف بك لي فيديو خويا العزيز تبع بالعقل شوف كيفاش تطورت القناه فهمت كيفاش بديت على كل كيفاش بديت بديت القناه اللي قبلها بصح نحيتها كاع باش تشوف بيان كيفاش بديت بصح باقي عام باك عاودت نحيتها نحيت الاولى درت هذه الدوزيام دوكا عندها 3 سنين وزياده ياك 3 سنين هكذاك وزياده قريب 4 سنين تما شوف بالعقل شوف بالعقل شوف بالعقل فيديو مور فيديو هكا فارغ شغل عندك واحد 500 فيديو تدخلوا به هنا المقنين في الاخر يغني تما ما تكرهش فهمني ما تكرهش ماشي غير الدار وكذا راك في الطبيعه اخويا العزيز راك تخلوا راك تشوف راك تنعم راكو فاهمين خلوي ولا غير خلوي اقسم بالله كنت منا نولي ندير لي زيكسكيرسيون نديكم معايا ندي معايا 30 عمر البوس ونديكم تضربوا معايا جولايا والله العظيم هادي انا ما نديروها في الجزائر مي ما عندناش مي با المقنين في الجزائر كيفاش نديروها ما نقدروش نديروها هكذا خاوتي هذا ما كان باش ما نكثرش عليكم وخوكم سفيان توجور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.